الله أين الله؟ في كل مكان. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي تحية الإسلام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما عدد أركان الإسلام؟ 5. ما هي كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبودا سواه. ما هي قبلة المسلمين؟ الكعبة. أين الكعبة؟ في مكة. من هو كتاب المسلمين؟ القرآن الكريم. من هو عدو المسلمين؟ الشيطان الرجيم.